بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات اللي بيروج ليها المنافسين. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول فقرة معانا، يعني بعيدا عن فكرة التدليس اللي احنا بنتعامل بيها مع بعض الجماهير، واللي طبعا متعودين دايما منهم على الاكاذيب اللي بيكذبوا الكذبة وبيصدقوها، بس انا عايز اسأل سؤال. هو يا جماعة، انتوا مش السنة اللي فاتت قلتوا ان الدوري اقوى من بطولة افريقيا 9000 مرة؟ هو ليه الزمالك السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها السنة الجاية بيطلع بدري من بطولة افريقيا؟ للزمالك بيطلع من دور المجموعات، للزمالك بيتاخد رايح جاي في دور المجموعات قدام الفرق القوية. ايه اللي انت كزمالكاوي عملته في افريقيا يديك الحق ان انت تطلع تقول افضل نادي في افريقيا؟ عملت ايه؟ هل افضل نادي في افريقيا ايه وجه الافضلية؟ افضل نادي في افريقيا مثلا فوزا بالبطولات، افضل نادي في افريقيا بتضحك الناس، افضل نادي في افريقيا بتطلع حصالة، افضل نادي في افريقيا بتلعب كرة حلوة، افضل نادي في افريقيا في ايه بالظبط؟ اصل الكلمة في المطلق ما ينفعش، الكلمة في المطلق ما ينفعش. واحد يطلع يقولك انا افضل نادي في افريقيا في البليلة، اقولك ماشي. افضل نادي في افريقيا في المانجا، اقولك ماشي. افضل نادي افريقيا في الحصالات، اقولك ماشي. افضل نادي في افريقيا في البطولات، هقول لك ستوب، استنى بقى. بطولات ايه يا حبيبي؟ بطولات ايه؟ بطولات الهبوط ولا بطولات اللي بتتكلم فيها؟ فالاخ احمد دويدار اللي هيفضل طول عمره زيه زي احمد عيد عبد الملك كده بالظبط. واحده من الحاجات اللي عملها النادي الاهلي من افضل ما عملها ادارات النادي الاهلي عبر التاريخ، ان احمد دويدار ده بعد ما الاهلي دفع له مقدم التعاقد، الاهلي مرضيش يكمل المفاوضات وقال له حلال عليك مقدم العقد. كان احمد دويدار. عشان كده مدى الكره الدفين داخل احمد دويدار ما تحسهوش او ما تعرفوش الا اذا كنت عندك معلومة بموضوع المقدم اللي دفعه الاهلي، وخلاص الواد كان قاب قوسين او ادنى من الانضمام للنادي الاهلي، والنادي الاهلي قال له شكرا بطلنا. عشان كده الراجل طالع امبارح بيقول لك ايه؟ هارد لك لجمهور فاركو. هو فاركو ليه جمهور يا ابو حميد؟ قول جمهور النادي الاهلي. بس انا عايز اقول لك، جمهور النادي الاهلي يا احمد يا دويدار مش زي جمهور احد الانديه المنافسه اللي بيلف على كل فرق القاره فريق عشان يشجعها ضد النادي الاهلي. قال لك مبروك لجمهور الزمالك العظيم في كل مكان موجود، ورئيس نادي قوي بيعرف يجيب حق النادي، افضل مدير فني في الوطن العربي، جد فيريرا، شيكابالا، ولاعيبه رجاله بقلب واحد. انا بقول لك مبروك عليك يا احمد يا دويدار، هنلاقي لك مكان السنه الجايه في احد البرامج الرياضيه، وهتشتغل يعني يوم ما هنقول احمد دويدار ما اشتغلش هتشتغل في قناه الزمالك، حلال عليك يا ابو حميد. الراجل المضحك اللي اسمه تكيس بتاع الكلاماتا الزيتون كلاماتا طالع امبارح يقول لك ايه؟ احنا افضل فريق في الدوري واحنا اللي نستحق التتويج بالدوري. انت حد حاشك يا ابني؟ هو انت حد منعك تاخد الدوري يا حبيبي؟ هو انت حد وقف لك قال لك لا ما انتش ما خدش الدوري ليه؟ لما انت افضل فريق في الدوري ما خدش الدوري ليه؟ الله يمسيك بالخير يا عم موسيماني، الله يمسيك بالخير يا عم موسيماني. رزعك تلاتة في الدور الاولاني ما جبتش منطق، ما خدش الدوري ليه يا حبيبي؟ ما عرفتش اخد الدوري ليه يا بابا؟ الله يمسيك بالخير يا سامي قمصان. ما سامي قمصان رزعك يا ابني اتنين في كاس مصر، كنت فين؟ هو ليه بحس دايما بجد والله ان اللي زي تكيس دوت بتاع الزيتون ده بحس ان هو بيشتغل في تحت فكرة كيد النساء. هو واكل بليلة اكيد، هو يعني هو عنده الجينات بتاعت البليلة ومشجعي البليلة، لانه طالع يقول لك ايه؟ انا اللي كنت استحق، ولو كان حصل كذا كنت انا كذا وانا كذا وانا كذا. طب يا ابني ما كسبتش الدوري ليه؟
هو حد منعك انك تاخد الدوري؟ هو حد قال ان انت ما تاخدش الدوري؟ ما انت بمجهودك ولعبتك وادائك قريب من المركز الثاني. كون ان انت ما خدتش الدوري لانك خسرت نقاط في البطوله، معاك فلوس، معاك مال، معاك صفقات، معاك لعيبه، معاك كل حاجه مهيئه ليك، معاك حكام، وما عرفتش تكسب الدوري. اذا انت مدرب فاشل، انت مدرب فاشل. تعال نروح ليحيى الكومي. طبعا ماتش الاهلي والاسماعيلي بكره. في رؤساء انديه بيبقى طول السنه فاشل او مش عارف ينجح، والحاجه اللي بيتعلق فيها هي ماتش الاهلي. يعني هو يفضل طول السنه مغرق فرقته، لا عارف يعمل صفقات عدله ولا عارف يعمل اي حاجه في اي حاجه. ماتش الاهلي اللي هو بتلعب كل دور دوت، او الماتشين بتوع الدوري بتوع الاهلي دول بمثابه القشه اللي بيتعلق فيها كل رئيس نادي فاشل او مش قادر يدير منظومته. مش لازم نقول فاشل، بنسحب كلمه فاشل. يحيى الكومي عنده مشاكل لا حصر لها، عنده مشاكل بالجمله. كان اخرها تصريح منسوب ليه في احد المواقع، وبالمناسبه الصحفي اللي اجرى معاه التحقيق ده او التقرير ده والكلام التصريحات دي بيحلف ان هو قال كده. بس يحيى الكومي قال لك لا انا ما قلتش، والله ما انا دخت شيمونة. عمل ايه ولا قال لك ايه؟ قال لك الاسماعيلي مش لاقي، ومشجع الاسماعيلي معوش يدفع ثمن التذكره. انتوا بتهاجموني على ايه؟ انتوا معكوش فلوس تخشوا تتفرجوا على الماتشات. فطبعا الدنيا في اسماعيليه قلبت على الزبون اللي طالع يقول ان الجماهير معهاش تخش الملاعب وان احنا اللي بندفع لها ثمن التذاكر. النهارده يحيى الكومي بيعلن عن توفير اتوبيسات على نفقته الخاصه من اجل نقل الجماهير لحضور مباراه النادي الاهلي. طبعا هو بيعمل كده لكسب ود الجمهور الاسماعيلي، وجمهور الاسماعيلي من الجماهير ونوعيه الجماهير اللي تقول لك اخسر الدوري كله، حط على وش طين، بس ماتش الاهلي اكسبه. ده انا كده انا كسبت البطوله، انا مش باقي على حاجه من الدنيا، انا مش عايز حاجه، انا مش عايز حاجه. اخسر من الزمالك 5 عادي، اخسر من طنطا عادي، اخسر من نيت سبلح العرس عادي، من نيت ابو حلاوه عادي، بس الاهلي لا، لا انا اقبل. يعمل زي عادل، لا انا اقبل يا ابني، انت شايل من طوب الارض يا حبيبي، لا انا اقبل يا ابني، انا مشايلك 4 مع الرقفه الدور الاولاني، لا انا اقبل هكسبك يا ابني. انت لسه خسران من مصر 4، لولا الحكم رقف بحالك كنت هتشيل 6 و7. فانا بقول لك يعني في انديه بتبقى معلقه بس ماتش الاهلي ده، يعني ده طوق النجاه بالنسبه لها. طبعا ان تاتي الشهاده والاشاده من المصريين ده حاجه طبيعيه، الاشاده بالخطيب ده حاجه طبيعيه، لكن ان تاتي الاشاده من صحفي سعودي كبير بحجم عثمان العضيبي احد الصحفيين الكبار في المملكه، قال لك اهرامات مصر، اهرامات مصر استمرت لالاف السنين صامده رغم تقلبات الزمن الجوية وغيرها، وهي أشبه بأسطورة العرب وأفريقيا. رئيس الأهلي المصري الأستاذ محمود الخطيب الذي بأخلاقه وإنسانيته غرس حب الرياضة في قلوب العرب أجمع، سيظل أسطورة بحب الجماهير إن شاء الله. الخطيب أسطورة مصرية. ده كلام محترم جدا عن أحد الصحفيين الكبار في المنطقة العربية. عايز اقول لك ان في كلام بيتقال دلوقتي ان الكاف طلب من الجبلايه تحليل منشطات للفرق بتاعتك اللي هتشارك في افريقيا. خلي بالك موضوع المنشطات ده موضوع كبير جدا 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 جدا، ويتعمل فيه حلقات وحلقات وحلقات، لان في لعيبه في الدوري بتاخد منشطات قولا واحدا في لعيبه بتاخد منشطات وهذه المنشطات او هذه المواد ليست مدرجه على الجدول
فيهم لعيبه بتلعب في انديه كبيره بالثلاثه فيهم انديه كبيره او نادي كبير لعبته بعد ما بتخلص الماتشات بتاعه افريقيا بتشتغل في شغل المنشطات لانهم ضامنين ان هم مفيش منشطات في مصر. في لعيبه في الدوري ممكن تلعب 5-6 ماتشات ورا بعض، اجر انت افتح لنا الملعب وملكش دعوه، خيول في الملعب، خيول يا باشا. ففي كلام ان الكاف طلب من الاتحاد المصري عايزين تحليل كامل شامل لكل الفرق الاربعه اللي هتشارك في المسابقات السنه الجايه، وان الاتحاد طلب الانتظار حتى الانتهاء من المسابقه بشكل رسمي عشان يبعتوا التحاليل. طب ليه السؤال، انتوا ليه منتظرين فتره عشان تبعتوا التحاليل؟ هل اللي جه في دماغي جه في دماغك؟ هل اللي جه في دماغي جه في دماغك؟ خلي بالك في بعض المواد بتبقى ليها فتره في المفعول بتاعها وبعد كده المفعول بيضيع، ومنها المواد اللي هي غير مدرجه بالذات تحت جدول المواد المحظوره. معرفش ايه السر ان الاتحاد المصري يطلب الانتظار. اتمنى الاتحاد يطلع ياكد الاول ويرد هل فعلا الاتحاد الافريقي طلب ده ولا لا، ويكذب او ياكد، وكمان يقول لنا ليه. نستنى شويه. الاستاذ طارق جميل سعيد يضرب ولا يبالي. طارق جميل سعيد المحامي الكبير القيمه والقامه، كتب طارق جميل سعيد على صفحته الرسميه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. رسالة إلى الجاهل بالقانون الذي يؤلف قانون على هواه. مواد القانون لا يجوز معه الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل، ولا محل للاجتهاد عند صراحة نص القانون الواجب التطبيق. خرج مدع كذوب لإهام المواطن الغير قانوني بكلام لا يصح مكانه إلا سلة القمامة التي يتنفسها، مفسرا مواد قانونية بجهل وغير علم. وطبقا للنصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية الفصل الثالث في تنازع الاختصاص المادة 226: إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين المحكمة ابتدائية واحدة، وقررت كل منهما نهائيا اختصاصها أو عدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرا فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية. مادة 227: إذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين المحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استثنائية، يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقد. المادة 228: لكل من الخصوم في الدعوة تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق مؤيدة لهذا الطلب. المادة 229: تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين ويقدم مذكرة بأقواله في مدة 10 أيام التالية لإعلانه بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوة المقدم بشأنها الطلب ما لم ترى المحكمة غير ذلك. الأصل يا مؤلف القانون وطبقا لمحكمة النقد والإبرام كالتالي: الطعن رقم 11582 لسنة 80 قضائية الدوائر الجنائية جلسة 7/4/2011، العنوان اختصاص الاختصاص، النوعي تنازع الاختصاص، التنازع السلبي، قانون تفسيره وتطبيقه، محكمة النقد، الإجراءات أمامها، اختصاصها، سلطتها، نيابة عامة. الموجز:
المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص تخلي محكمتين عن اختصاصهما دون الفصل في الموضوع. شرط قيامه أن يكون التنازع منصبا على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة. المادتان رقم 226 و27 من قانون الإجراءات الجنائية مؤداهما أن طلب تعيين أن طلب تعيين المحكمة المختصة منوطا تعيين المحكمة منوطا بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين. تعرض محكمة القاهرة الاقتصادية الموضوع الدعوة ثم قضائها بعدم الاختصاص لدى إعادة طرح الدعوة عليها بمتهم آخر دون عرضها من النيابة على محكمة أخرى خلاف المحكمة الاقتصادية لا يتحقق في حالة تنازع سلبي. أثر ذلك القاعدة لما كان البين من مطالعة الأوراق إلى محكمة أن النيابة العامة قدمت المتهم إلى محكمة جنح بوصف أنه نسخ وعرض مصنفا سمعيا وبصريا بقصد الاستغلال وبدون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 138-175-187 رابعا من القانون بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوة وإحالتها للنيابة العامة لتقديمها للمحكمة الاقتصادية وقضت غيابيا ببراءة المتهم مما نسب إليه وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فاسندت النيابة العامة للاتهام إلى متهم آخر يدعى نقط وإحالاته إلى محكمة القاهرة الاقتصادية التي قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوة وإحالتها للنيابة العامة. هو هنا طبعا بيحكي موقف أو قضية قبل كده والتنازع بيتقال إمتى. تعال أعلمك أنا قانون أيها الجاهل. فارق كبير بين وقف سير الدعوة ووقف تنفيذ الحكم. اللي بيتقال ده نصب. ثانيا يا مؤلف لماذا لم تدفع بهذه الدفوع أثناء نظر الدعوة؟ عشان أنت لا تفقه شيء عيب بقى وكفاية جهل وكذب وتهييجس أو تهجيس. يا راجل أنت ما بتعرفش تقرأ قرآن تعرف قانون برضو. وتحياتي يا مؤلف القانون. ده كلام الدكتور الأستاذ المستشار طارق بيه سعيد. شكرا ليكم. سلام.